محترم وشرفنا، جاب لنا 3 كاس امم افريقيا في وقت كنا اخر مره جبنا فيها كاس امم افريقيا سنه 98 مع كابتن حسام حسن سنه 2006 و2008 و2010. طلع جيل جديد من الكوره المصريه زي احمد فتحي ومحمد شوقي، شرفنا في كاس القارات، عملنا ماتش كويس مع البرازيل وايطاليا، رفع اسم مصر وعلى الكوره المصريه، ومن بعده مستوى الكوره في مصر هدف. بس كابتن حسن شحاته كابتن محترم وراجل بيفكر صح، وعرف يطلع مجموعه كويسه من اول اللعيبه اللي فاتت مصر في فتره كويسه جدا، وعرف يتقدم حاجه لمصر. طبعا احنا سعداء جدا ان احنا بنكرم الكابتن حسن شحاته، والكابتن حسن شحاته طبعا ما ننساش انه جاب 3 بطولات افريقيه متتاليه لمصر، وده انجاز يعني ما حصلش قبل كده. والكابتن حسن شحاته ليه في قلوبنا كلنا، سواء كنا اهلاويه او غير اهلاويه، مكانه خاصه، واحنا بنعتز بيه وبنفتخر بان مصر فيها مدرب محترم بوزن الكابتن حسن شحاته. حسن شحاته ده علم من اعلام نادي الزمالك اولا، واعلام مصر ثانيا. حسن شحاته من احسن اللعيبه اخلاقا اللي جوهم في الكره المصريه. حسن شحاته خد بطوله افريقيا 4 مرات او 3 مرات متواليه. ده حسن شحاته ده فعلا مثل يحتذى به في كل المجالات الرياضية مش كرة القدم بس. وطبعا والحمد لله يعني هو جايب بردك عنده ابنه مذيع رياضي
من أخلاق، إنسان كويس جدا جدا جدا. فدي دي ده كل ده من نادي الزمالك، شرف لينا وشرف للجاليه المصريه كلها بغض النظر عن مؤسسات او جمعيات او اتحادات ان نكرم كابتن كبير زي كابتن مصر ومدير المنتخب مصر اللي جاب لنا ثلاث دورات متتاليه لكاس افريقيا الكابتن حسن شحاته. وبالمناسبه انا عايز اقول لكم ان انا اهلاوي بس بعشق حسن شحاته والله يرحمه، الكابتن بصري والكابتن علي خليل والكابتن فاروق جعفر مسعد نور، في اجيال لا يمكن تتنسي سواء اهلاوي او زملكاوي، اجيال ما تتنسيش. النهارده في الاتحاد العام للمصريين بالنمسا في مهرجان تكريم احد رموز الرياضه المصريه والكره المصريه على مر تاريخها هو الكابتن حسن شحاته. والكابتن حسن شحاته 100% غني عن التعريف، ليس للمصريين فحسب بل لمصر ولافريقيا والعرب جميعا. وبيسعدنا النهارده يكون معانا الكابتن كريم حسن شحاته والحاج محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي الرياضي. احنا في البداية بنسأل اول الحاج محمود الاسيوطي، لماذا اختار الاتحاد العام للمصريين بالنمسا قيمة مثل حسن شحاتة ليكرمها؟ ومصر فيها قمم رياضية كتيرة جدا ولكن في هذا العام اختار الكابتن حسن شحاتة، السبب ايه؟ اولا احنا بنشكر كل القائمين على الاتحاد العام للمصريين واللجنة الرياضية واللي مسؤول عنها الكابتن علي حافظ، لان بيلعب دور كبير جدا وبيتعب في التنظيم وفي حاجات كتير جدا، فاحنا بنشكره. كابتن حسن شحاتة، انت في الرياضة لما تتكلم في مصر اول اسم هيجي لك كابتن حسن شحاتة، زي ما كان زمان بيجي لنا المرحوم الجوهري، فبعد وفاة المرحوم الجوهري اول اسم لأي رياضة في مصر كابتن حسن شحاتة. ده قيمة كبيرة مش محتاجة ان حد يفكر
ليه اخترنا حسن شحاتة؟ ما فيش مقارنة، ما ينفعش حتى تحطه تقارنه بحد تاني. حسن شحاتة لوحده حتى شخصيته الشخصية المصرية، انت لما شوف كابتن حسن شحاتة بيجسد الشخصية المصرية في الجدية في حياته الشخصية. كابتن حسن شحاتة اللي ما يعرفش ان ده اول لاعب لما كان لاعب كورة خد احسن لاعب في اسيا وافريقيا في السبعينات. طبعا انا بشكرك وبتشرف ان انا موجود هنا مع الجالية المصرية في النمسا، طبعا حاج محمود الاسيوطي وحاج علي حافظ والدكتور ابراهيم وعزة طبعا وكل الناس المسؤولة. بصراحة استقبال اسطوري يعني، بصراحة انا ما كنتش متوقع الحفاوة الجميلة دي، وبتشرف وسعيد جدا انا وسط اهلي وحبايبي. وان شاء الله بقى كابتن حسن ان شاء الله يكون موجود معاكم بعد ما الدوري يخلص في شهر 7، لكن انا مبسوط جدا وحاجة تشرفني ان انا اجي النمسا مع الجالية المصرية واتحاد المصريين، وبشكرهم بصراحة، بشكركم كلكم على الاستقبال الجميل ده، وقضيت يومين حلوين جدا يعني. احنا شرف لينا اللي احنا نكرم الكابتن حسن شحاتة. الكابتن حسن شحاتة مدرب، احسن مدرب في افريقيا، من المدربين اللي مش هيتعوضوا تاني لجمهورية مصر العربية. وطبعا احنا نشكر كمان قناة النهار، احنا بنكرم قناة النهار كمان وبنكرم الكابتن كريم حسن شحاتة، واحنا مبسوطين قوي. الجالية المصرية مبسوطة بالكابتن، وباذن الله الكابتن حسن شحاتة هيجي لنا في الصيف باذن الله. النهارده يوم يعني يعتبر عرس رياضي، يوم جميل ويوم يعتبر عيد بالنسبة للجالية المصرية في النمسا بالاحتفال بأحسن مدرب في أفريقيا والكابتن حسن شحاتة. يعني على مدار السنين وهو لاعب، وهو لاعب في آسيا ولاعب في أفريقيا، وهو مدرب، وهو مدرب أفريقيا ومدرب الفرق الصغيرة، طول عمره نجم، وأنا بهنيه وربنا يديله الصحة ويبارك له إن هو وصل للدرجة، وصل مصر للدرجة ديت، ودوت من الأعمدة الأساسية في الرياضة المصرية. يوم جميل بصراحة من الاتحاد العام المصريين، يوم رياضي جميل، وبنشكر الأخ محمود الأسيوطي على اللي قايم بيه ده، فريق الأسيوطي، والأخ علي حافظ والحاج أحمد سليمان. ويوم عرس بصراحة بالنسبة لنا، وأنا بصفتي أحد أعضاء الجالية بنفخر بالكابتن حسن شحاتة، ويوم جميل والله إن إحنا هنكرمه بإذن الله. وطبعا بنشكر ابنه الكابتن كريم حسن شحاتة، طبعا نيابة عنه جاي السلام أو يحضر الدرع أو يحضر التكريم. أنا لي الشرف إن أنا أشارك في اليوم الرياضي بالنمسا وتكريم الكابتن حسن شحاتة، والحبنا الكابتن حسن شحاتة أول اشتراك لي أو أول بانوراما عن الرياضة عملتها للكابتن حسن شحاتة، لأنه هو جاب لنا أحسن بطولات وفكرة، علشان كده بديله بعطي الهدية دي، لأنه هو في قلبنا وكان نفسنا إن احنا نشوفه ونفسنا إن احنا نقدمها له بنفسه، وإن شاء الله منتظرينه. وعالم من أعلام مصر، وبقول له مصر محتاجاك علشان ترجع الكرة المصرية تاني وبطولات مصر تاني. ويا كابتن احنا بنحبك، والنمسا بالذات الجالية الوحيدة اللي في العالم كلها منتظراك وبتحبك.
مناسبة بنفتخر بيها لتكريم الكابتن ونقول المعلم والأستاذ ونجم الكرة المصرية الكابتن حسن شحاتة. احنا كشعب مصر مكرمينه كده او كده، وبنفتخر كمان ان هو اتكرم عن طريق افريقيا احسن مدرب، وايامه كلها كلنا عارفينها انها كانت يوم وايام خير على فريق مصر. بتتصف اللي هي النزاهه والحياديه ومتابعينا احنا كلنا هنا في اوروبا. الحقيقه الف شكر يعني للجميع، والف شكر لل يعني لليوم الجميل ده، ونشكر يعني الكابتن حفظه طبعا، نشكر يعني كريم على حضوره وتشريفنا. لا ده شرف ليا والله العظيم، ويعني وبشر يعني لجميع الحضور اللي هو بوجودكم كلكم، هو طبعا هو نجاح اليوم ده طبعا مع يعني مع موجود طبعا يعني انا اشكر طبعا جميع اللي ساهموا معايا في الدوره ديت ونجاحها، وطبعا الدوره ديت لينا كلنا الاتحاد المصري في فيينا، ونشكر طبعا الكابتن كريم اللي هو شرفنا في النمسا، وطبعا نشكر برضك الكابتن حسن شحاته طبعا ده احسن مدرب في افريقيا، وطبعا شرفنا الكابتن كريم في فيينا. شكرا جزيلا. سعيد جدا، ما كنتش يعني مستني الحفاوه الكبيره دي اللي انا اتقابلت بيها، مبسوط جدا، وكفايه اللمه اللي احنا فيها المصريين، يعني شايف حاجه جميله جدا، الناس كلها ملمومه وموجودين مع بعض في اوروبا، فحاجه جميله جدا. انا مبسوط جدا طبعا وسعيد بالاستقبال المميز طبعا دكتور ابراهيم، الحاج محمود الاسيوطي، وكابتن علي، وكل الناس اللي موجوده، وانتوا كده سخنتوني بقى، انا هجيلكوا كتير كده زهق والله. حاجه جميله وشخصيات جميله، بتشرف جدا ان انا اتعرفت على الشخصيات الجميله دي، ومتشكر على التكريم طبعا كابتن حسن شحاته، وان شاء الله هيكون موجود معاكم في الصيف. احنا كنا محددين الوقت ده اللي هو يجي التكريم، بس اتحاد الكوره حط كاس مصر في الوقت ده عشان كان في توقف في الدوري، فاتزنق ما عرفش يجي، لكن هحكي له بقى لما ارجع مصر ان شاء الله على الاستقبال الجميل ده، فهيكون معاكم ان شاء الله في الصيف باذن الله. وبشكركم تاني والله، وانا مبسوط جدا من الشخصيات اللي انا اتعرفت عليها، وشرف لي ان انا اكون وسطيكم يعني.